زي ما عودناكم في يحكى أنا إننا دايماً بنكون معاكم في كل الفعاليات الثقافية وبنتابع مع بعض كل جديد في وسطنا الثقافي، وزي ما كنا معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 وقابلنا كل كتابنا وحضرنا معاهم كمان كل الفعاليات الثقافية اللي نظمها المعرض، وده طبعاً كان تحت إشراف الهيئة العامة للكتاب ووزارة الثقافة. النهاردة كمان كاميرا يحكى أن معاكم بتغطي فعاليات معرض دار الأوبرا للكتاب في دورته الثانية. بيشارك في المعرض دور نشر خاصة وحكومية. المعارض خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب معارض متنقلة لهيئة العامة للكتاب وزارة الثقافة، وبيشارك معها مجموعة من الناشرين بتضم مجموعة كبيرة جدا من الكتب المتنوعة، مركزين فيها على كتب الشباب وكتب الأطفال والترجمات وكتب المخفضة بالتحديد، علشان الشباب وطلبة الجامعة يعني نشجعهم على عادة الإقبال على شراء الكتب واقتناء الكتب والقراءة. ده تقليد وزارة الثقافة يعني متبعاه منذ سنوات كتير. وبمناسبة 30 يونيو بيقام هذا المعرض بداية سلسلة المعارض الخارجية في أرض دار الأوبرا وليست المعارض أو المعرض تابع لدار الأوبرا. نحن هنا في ساحة الأوبرا حيث تلتقي الفنون كلها، يلتقي الكتاب مع السينما مع المسرح مع الموسيقى، وبالتالي هنا ساحة متميزة، هنا ساحة ثقافية هي مفتوحة للجمهور المصري طوال فترة أيام المعرض على مدار 10 أيام. يشارك معنا فيها العديد من دور النشر الخاصة بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، الكثير من الكتب والموضوعات المختلفة للأطفال بأسعار في متناول الجميع في كثير من الإصدارات. تقدم دور النشر المتواجدة معنا خصومات على كثير من إصداراتها، هذا بالإضافة إلى الخصومات الموجودة على إصدارات وزارة الثقافة. الهيئة العامة لقصور الثقافة أكبر قطاع من قطاعات وزارة الثقافة. إحنا بنمتاز إن أقل سعر كتاب في مصر مع متن محترم، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، مجموعة طه حسين إحنا منزلين من طه حسين حوالي 21 مش حوالي هم 21 كتاب بعشرين عنوان، لأن طبعا في كتاب جزئين اللي هي الفتنة الكبرى عثمان وعلي إحنا نزلناها في المعرض اللي فات بمناسبة مرور 50 سنة على وفاة طه حسين. المجموعة دي كلها الكتاب بيبدأ فيها من 5 جنيه. المعرض بيضم كتب في كل ألوان الأدب، وكمان في دور نشر خاصة بالأطفال. هيشارك في فعاليات وندوات المعرض كبار الكتاب والشعراء وكمان صانعي المحتوى. والله يعني هو دي الدورة الثانية للمعرض، بيتأكد هوية المعرض بيقدر يقدم إيه. استفدنا بالتجربة الأولى، ويمكن لسه بقول للزملاء أنه بيصادف أنه في مهرجان الأساتذة في الأوبرا المصرية، وده بيجذب مجموعة كبيرة من المثقفين. إحنا عندنا معرض في بورسعيد إن شاء الله قريب هيئة الكتاب واتحاد الناشرين، عندنا معرض في نقابة الصحفيين قريب برضو إن شاء الله بنرتب له هذا الشهر. ففي مجموعة من الأحداث الثقافية، في معرض في مكتبة دار المعارف اسكندرية بمبادرة إحنا للسنة السابعة بنقدمها. أنا مشارك بكتاب عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة، صدر قبل العيد بيومين اتنين، للأسف بدأ توزيعه النهاردة. الكتاب بيحكي عن فكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر. الشارع المصري كله اتكلم، مثقفين وساسة وناس كتير اعترضت على الفكرة، وناس قالت مش وقتها والكلام ده كله. فالكتاب بيوثق الفكرة منذ أن بدأ الحديث عنها، لأن هي فكرة مش جديدة للأمانة. الفكرة بدأ الحديث عنها نهاية 70s القرن الماضي، وتناولها الدكتور جمال حمدان في كتابه القاهرة حتى قيام ثورة 30 يونيو، وبدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى مقاليد الحكم في البلاد، وخرج من الأدراج المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052. وفوجئت إن في المعرض وفرحت، يعني إن هو في موسم الصيف وتقريبا مش عارف، أنا أول مرة أشوفه في الصيف، فدي حاجة كويسة جدا. ومتنوع بقى، يعني إن فكرة المعارض الكتاب مستمرة طول السنة دي حاجة كويسة. أنا كنت في اسكندرية، كان في معرض في اسكندرية، فده شيء إيجابي جدا. يعني جميل جدا، جميلة أوي الفكرة إن الناس جاية عشان تسمع موسيقى أو تحضر معرض فني تشكيلي فتلاقي معرض للكتاب، فده فرصة جميلة جدا يعني، ويعني شايفة إن هي حاجة جديدة وياريت تستمر يعني.